ظاهرة الإجهاض السري موجودة كتير بكل البلدان العربية تقريبا، هو السبب الرئيسي برأيك لامتناع الدول العربية ما عدا تونس، هي الاستثناء هلأ، عن منح المرأة الحق بالإجهاض، شو هو برأيك؟ هلأ أنا برأيي أنه يعني عدم منح المرأة الحق بالإجهاض له علاقة كتير بطرق استغلال المرأة، وله علاقة أكثر بالسلطوية الممنوحة من الذكر على المرأة، على جسمها على جسمها وعلى قراراتها وعلى كل حياتها. هو بيغلف بإطار ديني، يعني دائما يقال لأنه حرام لأنه قتل نفس و و و، ولكن في بعض الأحيان لما بنفوت شوي على التفاصيل أكثر على الأسباب الحقوقية والموانع اللي بتمنع الإجهاض للمرأة، ممكن نلاقي في بعض الأحيان يتم قبول إجهاض المرأة ما قبل الشهور الثلاثة أو قبل الأربعين على حسب الأماكن إذا وافق الزوج، فبالتالي خرجت القضية من إطار الديني، راحت بإطار لا سلطة الزوج على المرأة، وكأنه الزوج هو اللي راح يحمل بهذا الطفل، وإن كان له حق لأنه هو ابنه بالنهاية، يعني ما فينا ننكر حقه الكامل، ولكن أنا اللي بدي أقوله اليوم هذا الطفل اللي بيكون موجود كجنين بجسد المرأة بداخل المرأة هو مش بس جنين، هو كائن رح يخلق على هاي الدنيا، رح يغير كل نمط الحياة اللي هي رح تقوم فيه. أنت اليوم لما بدك تمنع مرأة أن هي تأجهض طفل لأن هي غير قادرة على تربيته، مش رح أقول لأي سبب تاني لأنه هي في أسباب كثيرة، هي اجتماعية وهي أحيانا تحت ضغوطات وما إلى ذلك، بس اليوم في الحالة الطبيعية أنا كأمرأة حامل بطفل أنا أعتقد أني مش قادرة أعطيه حقه، مش قادرة أربيه، ماني قدراني أمنحه 70% من حياتي، لأنه الطفل لما بيخلق على العالم بياخد 70% من وقت المرأة بالاهتمام فيه وبتربيته، أنا اليوم ماني قادرة أعطيه هذا الشيء، أنا ماني قادرة أربيه، ليش بدك ياني يجيبه غصبا عني ولما بجيبه أظلم نفسي وأظلمه ولما بجيبه وبقصر رح ترجع تلومني.